تعالوا بقى نعمل العيش. العيش سهل جدا وبسيط وما فيهوش اي حاجه، برضو ممكن يتعمل على طاسه على النار زي ما احنا هنعمل، وممكن تحطوه في الفرن في صاج. الطريقه الاسهل ليكوا، نزلت لكم المقادير على الشاشه. اللي انا هعمله اني هحط البيض معاه الثوم، الكمون، الفلفل الاسود، الملح، تمام؟ هضربهم مع بعض الاول، او ممكن البس جلافز واستخدم ايدي علشان ابقى متحكمه اكتر في الكميات وفي العجن. هضرب دول الاول مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، اهو كده. هنزل لهم الجبنه وانا بخلط، هنزل لهم الكوسه، يعني انا مش هستخدم كل الكميه لان انا عامله، شكرا، المقادير معاكم تاني على الشاشه لان انا عامله نسخه. هخلط ده كله الاول مع بعضه اهو، ولما احس ان كله امتزج مع بعضه هبتدي انزل البقسماط. ممكن استخدم اقل، ممكن استخدم اكتر، ممكن تضيفوا معلقه دقيق تظبطوا بيها القوام اذا حبيتوا زي ما انتوا عايزين. ممتاز ممتاز ممتاز. ندي بقى تعفير الدقيق اللي هي بنلم بيها العجينه زي ما بنعمل اي عيش. تعفيره بس كده زي اي عجينه، وابتدي الم بيها العيش بتاعي. وممكن استخدم بقسماط اعفر بيه، الم بيه العجين كده اهو، وما اتاكد ان دنيتي تمام هقوم رايحه على كويس قوي. اروح على الطاسه اديها مسحه زيت، مسحه بس كده، بمنديل او بفرشه اوزع الزيت، اتاكد ان هو واصل للطاسه كلها. واقوم جايبه العيش وابتدي افرده على، خلاص دي عشان فيها عجينه هتلزق فيها، نستخدم جلافز نضيف ما يكونش فيه اصلا عجين، وابتدي افرد العيش على الطاسه. عايزاه يكون يعني شكله مدور قدر الامكان، وعايزاه كمان يكون رفيع قدر الامكان اهو. تعملوا بقى رغيف، تعملوا اتنين، تعملوا عشرة، براحتكم. تقدروا تشيلوه في التلاجة يقعد معاكم تقريبا يومين تلاتة، تقدروا تشيلوه في الفريزر مستوي يقعد معاكم تقريبا شهر ونبقى خلصنا. وقتنا ايه يا استاذ فهمي؟